السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أينما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنقدمه لكم بطبيعة الحال على قناة سلسلة لقاء مع الموجه. دونك بعد ما حطيت واحد لا فيديو اللي كتشوفوا دابا باقي خدام، دونك كيفاش يمكن لي أن يكون أستاذ ديال سبور. يعني إحنا بغينا نهضروا على معهد علوم رياضة بستان للناس اللي كيفكروا أنهم يكونوا أساتذة ديال السبور. إن شاء الله تعالى تفرجوا داك لا فيديو تسجلوا، ونتمنى لكم حظ موفق أصدقائي صديقاتي. باش تدعمونا وباش تخليونا أن نزيدو نقدموا أكثر، فحاولوا تابوناو في لاشين وتخليو لنا كومنتير بعدا على فيديو، وتفاعلوا مع الفيديوهات الاخرين اصدقائي. وكذلك ما تنساوش انكم تسجلوا في المنحه ديما تنقولها في جميع الفيديو، حيت عارفه شنو كنقول، وحطينا لكم شرح بخصوص تسجيل في المنحه، هذا الاول وكذلك هذا الثاني، باش انكم تستافدوا. وحنا دائما وابدا نراه الاشاره ديالكم في اي حاجه. وسمحوا لي بزاف حيت كاين مجموعه ديال التعانيق كنشوفهم، وكنحاول اني ندير فيديو باش اني نشرح لكم بزاف ديال الحوايج اليوم اصدقائي. فاحنا غادي نمشيو من بعد ما مشينا لسطات، اكادير، قنيطره، طنجه، فجا الوقت باش اننا نمشيو ونشدو الكارطاني من سطات ونمشيو لتطوان باش اننا نتعرفوا على المدرسه العليا للاساتذه بتطوان، حيت تفتح فيها التسجيل بعد لحظات، يعني لاشت الاعلان. دونك غادي نمشيو مباشره لجوجل، غادي نكتبوا انيس تطوان ايكول نورمال سوبيريور، وبعد ذلك كندخلوا للسيت. من بعد ما كندخل للسيت اصدقائي، دونك غادي نمشي معكم ايطاب باغ ايطاب باش انكم تتبعوا. دونك هذا هو الاعلان اللي تلاح، ممكن تكليكي هنا وتدخل، ولا تهبط واحد شويه وتلقى هذا الاعلان بريسكريبسيون اون ليني بور اكسي سميتو. دونك تبدلات سميتو، دونك غادي ندخلوا هنا. بعد ذلك بور اكسي او ليسونس ديديكاسيون او تيتر دو لاني يونيفرسيتير 2021 2022. كيما كتشوف معايا اصدقاء، هنا كاين مجموعه ديال الحوايج اللي ضروري خصكم تشوفوهم. كذلك ملي كنهضروا على الاجازه في التربيه في لونسينيومون سكوندير، فكنلقاو الاس في تي، كنلقاو فيزيك شيمي، كنلقاو الماتيماتيك، كنلقاو ايديكاسيون فيزيك سبورتيف. يلا تسجلنا في وحده فسميتو في ستات، فهنا كذلك ممكن انكم ديروها. هنا كذلك ليسونس ديديكاسيون اون سيونس سكوندير كاينه في اللغه الفرنسيه، هنا كذلك في اللغه العربيه، وعندنا كذلك ليسونس ديديكاسيون اون انسينيومون بريمير اللي ممكن انكم تسجلوا هنا. دونك حنا هادشي ديال البريسكريبسيون راه بحال بحال، انا شخصيا ساختار هادي ديال الفرنسيه كومونسي فوتر بريسكريبسيون هنا. راه هادشي اللي كندير دابا غادي يطبقوا على جميع التخصصات كاملين نتوما. دونك كنكليكيو هنا باش انا نمشيو لهاد الاعلان. من بعد ما كندخلو فعندنا جوج خطوات اساسيه ديال التسجيل. الخطوه الاولى هي متعلقه بالمعلومات الشخصيه ديالنا. دونك هنا عندنا الاسم الشخصي ديالنا، محمد علي، زهره، سناء، معاد، سعيد، وغيرها من الاسماء. هنا كدير الاسم العائلي ديالك، يعني العالمي، منصف، المهم. هنا كدير رقم بطاقه التعريف الوطنيه ديالك، هنا كدير الجنس ديالك، واش ماسكولين ولا فيمينا، ماسكولين ذكر، فيمينا انثى. بعد ذلك لاطات دو نيسونس ديالك، غتبدا باليوم هو الاول، وغدير الشرطه بحال هكا، وغدير الشهر، وغدير السنه. هنا كذلك ليو دو نيسونس، يعني المدينه ولا مكان الازدياد، كدير مكان الازدياد هنا ولا المدينه اللي تزاديت فيها. هنا كدير الايميل ديالك، وهنا كدير التليفون ديالك. وضروري اصدقائي اي خانه ولا اي كاس كتشوف فيها العلامه هنا حمراء، فعرفوا بانها ضروريه وخصكم ضروري انكم تسجلوا فيها. وبعد ذلك كتكليكيو على سويفون. دونك انا غادي ندخل هاد المعلومات ديالي كاملين نتوما، ونمشيو ليتاب سويفونت اصدقائي. فهاد الخطوه اصدقائي خصكم تردوا معايا البال مزيان، وخصكم كذلك انكم تاكدوا من المعلومات الشخصيه ديالكم. كتجيو لهنا كتدخلوا كود المسار ديالكم، وهنا كذلك لا دات دونتري، السنه الاولى ديال البكالوريا ديالكم، اش ممكن دخلتوا ليها مثلا اني دونتري اون بروميير اني بكالوريا، يعني هما كيهضروا هنا على الجهوي. مثلا انت خديت المثل الباك هنا اليوم ولا هذا العام في 2021، فا اوتوماتيكمون الجهوي راه قريتو في 2020 مثلا. دونك هما محددين لكم هنا، دونك 2019، يعني دير 2019 ولا 2020. هنا كذلك كدير اني دونتونسيون ديال البكالوريا ديالك، فين وقت خديتي الباك، واش خديتو هاد العام ولا العام اللي فات. ولكن دابا حنا في هاد التسجيل اللي كنتسجلو حنا دابا،
ما عرفتش علاش ما ضايفينش واحد الخانة اللي هي خاصة بالناس اللي حصلوا على البكالوريا 2021، ولكن الطريقة اللي كنقول لكم دابا خاصكم تتبعوها و وديروها، دونك ما غاديش يطرح لنا هاد الشي مشكل. دونك حنا غنديرو باك 2020. عندنا هنا سيسيون نورمال، واش خديتي الباك في الدورة العادية ولا الدورة الاستدراكية؟ دونك حنا غادي نخليوها في النورمال، وغادي نمشيو هنا غادي نمشيو كما سبق لي قلت لكم. دونك داكشي باش قلت لكم في الاول اصدقائي بان جميع التخصصات راه عندهم نفس العملية ديال التسجيل، ما غاديش يطرح لكم هذا الشيء مشكل اختاريتو مثلا شي حاجة. بعد ذلك فكتجيو كتختاروا اسميتو، دونك هنا تيقول لكم الصيغه ديال البكالوريا ديالكم. دونك واش خديتو في سيونس مات ولا خديتو في الاغرونوميك ولا تكنولوجي الكتريك ولا سميتو. دونك حنا نديرو سيونس ايكونومي. هنا كدير النقطه ولا الموين جينيرال ديال البكالوريا، يعني المعدل العام ديال البكالوريا. بعد ذلك كتجي هنا كدير النقطه ديال اللغه العربيه في الامتحان الجهوي ولا الوطني، هما محددين، هما عاطينكم الحريه ديال الاختيار باش انكم تختاروا سواء الناسيونال ولا الريجيونال. والنقطه ديال اللغه العربيه هنا كذلك كديروا النقطه ديال اللغه الفرنسيه، وعاطينكم الاختيار كذلك ديروا سواء ناسيونال ولا ريجيونال. ناسيونال يعني الوطني ولا الجهوي، نتوما كتختاروا بحال بحال. وبعد ذلك كتكليكيو على انسكريبسيون. دونك اصدقائي من بعد ما كندخلوا المعلومات ديالنا وكنتاكدوا منها، يعني قبل ما نديروا ديك فاليدي ولا ديك انسكريبسيون اللي حنا دخلنا، فضروري ومؤكد ان نتاكدوا من جميع المعلومات اللي كندخلوا. فرجاء قبل ما تقوموا بشي خطوه فتاكدوا من التسجيل ديالكم، وتاكدوا كذلك من المعلومات اللي نتوما كتدخلوا باش ما تغلطوا. يعني اي غلط غديروه فغادي تحملوا المسؤوليه ديالكم فيه، وكذلك راه ممكن التسجيل ديالكم اتلغى. لذا يستحسن انكم تاكدوا من صحه المعلومات اللي كتدخلوا، وكذلك قبل ما تفاليديو هذوك لي زانفورماسيون. دونك بعد ذلك اصدقائي تيقول لك هنا فو زانفورماسيون سون بيان انجستري، فكتكليكي على تيليشارجي لو بي دي اف. دونك كما كتشوف معايا هذا هو البي دي اف ديالي تيليشارجيتو، دونك ممكن ان نرجعوا ليه ونشوفوا هذوك المعلومات اللي حنا درنا اصدقائي. دونك هادشي اللي كان في هاد لا فيديو اصدقائي. ما تنساوش كذلك كما سبق لي قلت لكم انكم تابونا في لاشين، تفعلوا زر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات. اصدقائي نتلاقاو في شرح اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.